تبقى يا سيدات والسادة أيها الحكم الكريم، انطلق هذا الشوط خامس أشواط الأمسية بانطلاقة موفقة لأحمد الزياد مع تأثير الجواد لبوا بوكو. شوف الصدارة والمركز الأول حاليا برقم 2 أو جهة خارجية كاتش أويف للسيد حسن علي العبد الملك على المركز الأول، وعلى الصدارة المركز الثاني أثينا طبوب لأسادة مربط إنجاز، ثالث المراكز التقدم للجاد ليفي موز لعلي خالد السند، رابعا لدينا ساوثر ماتش مان في تقدم الان، وايضا لدينا الجاد رقم 13 ام كاندر ليوسف مبارك الكواري، التقدم ايضا ياتينا من خلال الجواز هنا هوبو في نصف الزياده، لا يزال كاتش ويب على الصداره وعلى المركز الاول، طبوب في محاوله على المركز الثاني يكون هنا في وضع جميل، لكن الصداره تزال مع الجواز اللي هو هوبو او جواز اللي هو كاتش ويب على الصداره وعلى المركز الاول مع الكاتش سنه، طبوب في محاوله قويه وايضا ياتينا المحاوله من قبل ام كاندر، ولكن كاتش ويف على الصدارة وعلى المركز الاول، ام كاندر في محاولة قوية ولكن ودي اخر نوعا ما كاتش ويف لحسن عبد الملك على الصدارة وعلى المركز الاول في خامس اشواط الامسية للمهندس حسن علي عبد الملك مع الخيال البرت السنة بتدريب ديفي ماونت. اذا النتيجة النهائية يا سيدة والسادة المركز الأول كاتش ويف لحسن العبد الملك، المركز الثاني أي أم ثاندر ليوسف الكواري، ثالث المراكز مطلوب في مربط الجاز، رابعا ديموس لعلي خالد السلام، خامس المراكز أبكوب للجسر. خلينا وألفوا.